وسهلا فيكن بحلقة جديدة من والباقي عليك. بأكتر الأوقات وقت نقول أو نسمع بكلمة خيانة بيجي على راسنا صورة الرجل الزاني الخائن، وهيدا الشي مرتبط بفكرنا اللي دايما بيربط صورة الرجل الشرقي إنه هو الرجل اللي ما بتكفي امرأة وحدة، وإنه هو الرجل اللي بحق له اللي ما بحق لغيره. بس للأسف عم تنتشر اليوم بمجتمعاتنا الشرقية ظاهرة، وهي خيانة الزوج للزوج أو خيانة المرأة للرجل. هيدي الخيانة اللي عندها أساليب عدة، أسباب عديدة، علامات كمان عديدة، وللأسف طرق عديدة وجديدة. لنبحث هيدا الموضوع من الناحية القانونية والنفسية بصرنا استضيف بأول جزء من الحلقة المحامي الأستاذ غسان طوق. أهلا وسهلا فيك. بالجزء الثاني رح يكون معي بالحلقة عالمة النفس السيدة زينة هاني. ماتر غسان رح بلش معك، حضرتك محامي بالاستئناف بالطبع نعم. وعندك خبرة طويلة بهيدا الدومين، وأكيد في قضايا كتير للأسف زنا وخيانة عم تنتشر اليوم. فالسؤال بدي بلش معك، هل في نصوص بلبنان، نصوص قانونية بتحكي عن مباشرة عن الزنا؟ بلبنان في نصوص قانونية بتتعلق بالزنا، هي محصورة بقانون العقوبات. بقانون العقوبات نص بالمادة 487 لل 490 عن عملية عن الإطار القانوني يلي بيعاقب فيه جرم الزنا. جرم الزنا بلبنان هو معاقب عليه بموجب الأحكام اللي بتتعلق بقانون العقوبات، بعكس فرنسا. بفرنسا بال 1975 ألغيت عقوبة الزنا كعقوبة، وصارت نوع من الخطأ المدني بيعتبروه. بس فيما يتعلق بلبنان بعدها العقاب على الزنا هو عقوبة جزائية ترعيها أحكام قانون العقوبات اللبناني. هل القانون اللبناني بيميز بين الرجل الخائن او والمرأة الخائنة؟ يعني في تمييز بين اذا خان الرجل زوجته او اذا خانت المرأة زوجها؟ بقانون العقوبات اللي تعدل ب 7/5/2014، بالقانون القديم كان في تمييز بين الرجل والامرأة من حيث من ناحية العقوبة، بينما بعد التعديل اللي صار ب 7/5/2014 صار في مساواة بالعقوبة. يعني الزنا اللي كان صادر عن الزوجة أما صادر عن الزوج اثنينتهم بياخدوا زيت العقوبة، بتتنفذ فيهم زيت العقوبة ناحية الحبس أو الغرامة. يعني هيدا الشيء كمان إيجابي إذا بنقول من ناحية المساواة بين الرجل والمرأة. أكيد أكيد، لأنه هو هيدا التعديل إجا بإطار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف. يعني نحط بطريقة أنه يساوي المرأة بالرجل من ناحية العقوبة، لأنه الزنا اللي كان من طرف الزوج أما من طرف الزوجة هو بيلحق ضرر بالأسرة. أكيد. فمن أين كان المصدر تبعه له؟ الضرر اللاحق بالأسرة هو ذاته، فإذا لازم تكون في مساواة بالعقوبة نفسه إذا كانت المرأة خائنة أو الرجل خائن. يعني أكيد بطبيعة الحال الزنا زنا اللي كان صادر من الرجل او من الامراه يستوجب العقاب يلي مفروض من كلا الطرفين. طبعاً. لكلا الطرفين. شو هي شروط رفع قضيه زنا، دعوه زنا اذا بدنا نقول؟ الشروط الاساسيه لترفع دعوه الزنا، اول شيء لازم يكون في رابط زوجيه. يعني لازم يكون احد الطرفين المتهمين بالزنا هو متزوج. وتاني شغله لازم يكون الزنا غير مرتبط برضا الزوج. وثالث شيء لازم يكون الزنا الشكوى التي يتقدم بها الزوج ضد الزوج الزاني. لما نقول الزوج هون يعني بنعتبر الرجل او المراه، الزوج يعني احد الزوجين. الزوج الزاني لازم تتقدم الشكوى ضده وضد الشريك معه بالزنا، ويجب ان يتخذ صفه الادعاء الشخصي بحق اثنين، لانه الشكوى لوحدها ما بتحرك الدعوه العامه، وما بيكون في ما بيصير في تحقيق وجرم جزائي. لازم يكون في شكوى مع اتخاذ صفه الادعاء الشخصي بحق اثنين.
وتاني تالت شغله لازم يكون يعني الزنا غير صادر برضا الزوج. اذا في رضا للزوج يعني في مرات الزوج هو بشجع الامراه او العكس على الخيانه. اذا كان في تشجيع من الزوج للزوجه لممارسه اعمال مخله بالاداب العامه اما الفحشاء، طلعت من اطار القانون تبعه للزنا، صارت باطار الدعاره اما غير موضوع بتحكمها غير قوانين. ورابع شغله، رابع شرط، لازم يكون الشكوى المتخذه مع اتخاذ صفه الادعاء الشخصي ضمن فتره 3 أشهر من العلم بالخيانه الزوجيه. اذا تعدت هذه 3 أشهر تسقط الشكوى بالشكل، وما بيعد في النيابه العامه ما بتعد تحرك الدعوه العامه. او الحل الاخير اذا ما في استئناف للحياه الزوجيه المشتركه بين بعضهم، اذا الزوج علم بان زوجته في حاله الزنا وبالرغم من هذا كله استأنف حياته الزوجيه، يعتبر كانه في رضا ضمني، مش رضا، اسقاط ضمني وقبول ضمني انه انه هالفعل ما بده ياخذ صفه الادعاء الشخصي فيه حفاظا على العائله وما تبعها، انه بيدخل بهالاطار مفاهيم كثيره، الحفاظ على العائله، الحفاظ على السمعه، الحفاظ على العرض. هيدي الشروط اللي المطلوبة. اجتماعية، هيدي آخر سبب حضرتك حكيت عنه هو سبب اجتماعي، يعني خوف، سبب اجتماعي حطه المشرع بطريقة قانونية، عطيت الصيغة القانونية، بس هو من الشروط القانونية يلي إذا بده الزوج يدعي على الزوج الآخر الزاني لازم تتوفر فيها الشروط كلها. كيف بيتم إثبات جريمة الزنا بالقانون اللبناني؟ القانون اللبناني قبل التعديل كان كثير صارم لائحة الإثبات، كان بده وقايع مادية، كان يسموها الإثبات المادي، يعني بده يكون في شهود عيان، بده يكون في جرم مشهود، بده يكون في ناس شهدت على العملية الزنا بشكل مباشر، ويعني كانت الإثبات كثير صعب لأنه كانت المجتمعات ضيقة. بالقانون الجديد صار في تساهل، صار في اثبات معنوي، يعني تركت للقاضي اما للمتداعين حريه اختيار الاثبات، بس استعمال جميع طرق الاثبات المتاحه، وتركت للقاضي حريه الاستنساب والاستقصاء من هالدلائل الموجوده قدامه لتثبيت فعل الزنا اما لرد هالدفع عن المراه. في حالات بلبنان بيسمح فيها القانون الزنا للزوجة أو للزوج دون عقاب؟ طالما هناك رابطة زوجية وفي زواج قائم، كل عمل من أحد الزوجين مع شريك آخر ثالث من خارج العلاقة الزوجية يعاقب عليه القانون. طبعا اذا توفرت الشروط اللي حكينا عنها سابقا، هيدي الشروط اللي حكينا عنها سابقا هيدي مش لدعوى الزنا، هيدي الشروط للتقدم بدعوى الزنا، مش لشروط لتأليف جرم الزنا. جرم الزنا بيبقى متوفر، بس لاثبات للتقدم بدعوى بشكوى امام النيابه العامه لتحال الى القاضي المنفرد الجزائي لازم تتوفر فيها هيدي الشروط اللي حكينا عنها. شو بصير يعني في حال صار في تقدم بدعوى زنا وثبت على المراه او على الرجل الزنا، شو بصير فيهم؟ شو العقوبه؟ قانون العقوبات واضح بهالاطار، قال انه اذا الماده 487 يعاقب على الزنا الذي يرتكبه اي من الزوجين، يعني الزوج او الزوجه، بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين، ويقضى بالعقوبه نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجا، وإلا بالحبس من 1 إلى 1 سنة. من 3 سنين لـ2 سنين. ليه بتتراوح الفترة؟ نعم. يعني ليه بتتراوح بين 3 سنين لـ2 سنين؟ يعني شو الفرق؟ أي متى بتكون دائما كل عقوبة لها حدها الأقصى وحدها الأدنى. أوكي. لأنه في أوقات في أسباب تخفيفية بينظر فيها القاضي، بياخذ فيها بعين الاعتبار ظروف الجرم اللي صار،
يمكن يكون في شيء بسيشيك، يمكن يكون في شيء ظروف عائلية، يمكن حدا ورط التاني، في أسباب تخفي فيه. كرمال هيك بيحط القانون المادي بتكون فيها الحد الأقصى وحد الأدنى، بيعطي للقاضي مارج حرية الاستنساب بهالعقوبة. طيب حضرتك حكيت قبل شوي أنه في مرات بيتنازل الرجل أحد الطرفين أو الامرأة عن دعوة الزنا حفاظا على العائلة والكرم، من خلال خبرتك هل في أسباب أخرى؟ الأسباب الأخرى هي تتعلق بالعائلة وبالكرامة، يعني أكثر شيء في حال في وجود يمكن أولاد و كرمال الأولاد، كرمال العائلة، كرمال الصيت، كرمال الضيعة، كرمال المجتمع. هيدي من الأسباب اللي بتخلي الزوج، أو يمكن في أوقات في ناس متسامحة زيادة عن اللزوم، بتقول أنا بدي أعطي فرصة تانية، يمكن الشريك تبعه اللي مر بظروف أنا مسؤول عنها يبرر بمكان ما، إياها. عم بيبرر لحاله ولإله، نعم لحاله وللشريك تبعه له، بيتاخد بهالشيء النفسي. والقانون كان يعني لاحظ هالشيء، لانه الاسقاط الحق الشخصي يسقط الدعوه العامه بهالموضوع. يعني اذا كان في جرم ودعيت النيابه العامه وتحولت على المحكمه باي وقت من الاوقات خلال المحاكمه، الزوج المدعي ضد الزوج الثاني الزاني له حق يسقط حقه الشخصي، وتبع لسقوط الحق الشخصي بتسقط الدعوة العامة، ما بيقعد في جرم جد. حتى كمان فينا نزيد يمكن سبب نحن بمجتمع شرقي بمجتمع ذكوري، يعني في مرات الرجل يمكن بيتنازل عن حقه بتقديم الدعوة كرمال حفاظا على رجوليته، انه ما بيهون عليه كمان يعترف او يعلن انه مرته خاينته، يمكن هيدا كمان من الاسباب النفسية والاجتماعية. هذا الموضوع يعني يمكن البسيكولوج أكيد تقدر أكيد. ترد عليه أكثر أنا بس مني. كنت حابة أشوف من خلال خبرتك إذا موجود هيدا الكا، يعني مش دائما الرجل الشرقي رجل شرقي. نعم. هلا ما بيمنع إنه في أوقات بيكون في أسباب تانية. نعم. يمكن هي في رجل بحب يحافظ على عائلته، بيقول في أولاد بكسر أنا من عم نقول الزوج. نعم. يعني الزوج يعني الامرأة أو الرجل. نعم. حيالله طرف منهم، اي طرف منهم بيقول انا في عائله في اولاد في مستقبل، بعدين شو بدهم يقولوا العالم عن امهم، اما شو بدهم يقولوا عن بيهم. ممكن هذه ما بتتعلق بس بالرجوله يعني. نعم، ما اسباب اخرى. شو وضع الاولاد اللي ناتجين عن زنا بلبنان؟ الولد الزنائي هو يلي بيجي، تنعرف شو معنى اي متى بنقول في زنا. الزنا هو لما يكون في علاقة بين شخص متزوج، يعني عنده رابطة زوجية، مع شخص ثالث ما عنده رابطة زوجية. إذا صار نتج عن هالعلاقة طفل يلي هو بيسموه طفل الزنا، في حل من الحلين، إذا انترك للأم اعتنيت فيه ولا البي اعترف فيه بيروح على الميتم مثل كل الأولاد. وإلا في حال أحد الطرفين كان الوالد أما الوالدة إنه يعترفوا فيه، الأم ما فيها تعترف فيه لأنه ما في زواج، أكيد. بس فيها تجبر البي يعترف فيه، أكيد لعمر معين في يعترف فيه، وإلا بده يصير فيه ياخذ قرار من محكمة بالاعتراف فيه تيصير ولا الابن يقدر ينزله على خانته. كان بالقبل يتسجل إنه ولد زنائي أما ولد لقيط أما ولد غير شرعي، بالتعديل اللي حطه الوزير بارود لغي انه ينكتب على الاخراج الايدي العائلي انه ولد زنائي، كرمال ما تكون هالغلطه اللي ما له دخل فيها الولد عم بيتحملها وكل تبعاتها مدى العمر، بتضلها بقيوده بالداخليه بوزاره الداخليه، محطوط ولد بس زنائي بس مش على هويته، بس مش على هويته، لانه هي لها تبعات وإلى نتائج ومفاعيل قانونية بتترتب بحصر الإرث والإرث وما إلى ذلك. شو هي شروط بطلان الزواج في حال ثبت قضايا أو قضية زنا؟ قضية الزنا، جرم الزنا له مفاعيل حسب الطائفة.
تنبلش عند الطائفة المسيحية، في الطائفة الكاثوليكية يلي من ضمنها الكاثوليك والموارني، وفي الطائفة الأرثوذكسية. عند الطائفة الكاثوليكية يلي من ضمنها الطائفة المارونية، جرم الزنا ليس سبب للبطلان، هو سبب للهجر. ولكن في يكون جرم الزنا هو بدء بينة أما قرينة قد تستعمل لأحد الأسباب يلي معترف فيها، أما يلي هي مفروضة من الطائفة لبطلان الزواج هي التلجئة لحلة الأمين الزوجية قد تكون. أما عند الطائفة الأرثوذكسية هو الزنا هو سبب للبطلان. عند الطائفة الإسلامية أكيد هو سبب للبطلان بكل وضوح يعني. يعني بتختلف هي إذا بنقول بين طائفة وأخرى، طب ليه هذا الاختلاف؟ يعني ليه بصير الاختلاف بين الطوائف؟ سيرتو إذا بدنا نحكي مثلا عند بديان المسيحية، لا بده يصير في اختلاف بين الروم والموارنة. الاختلاف هو ناتج على المفهوم اللي كل طائفة بتنظر فيه. عند الموارنة، عند الطائفة الكاثوليكية من ضمن الموارنة، ما في شيء عندنا اسمه طلاق. مظبوط، بطلان زواج. عندنا بطلان زواج، وبطلان الزواج هو يعود أسبابه لأسباب موجودة قبل الزواج. وظلت مفاعيلها قائمة. كرمال هيك بنقول يبطل الزواج بمفعول رجعي. نعم. يعني اللي لأسباب قائمة قبل الزواج. عند الطائفة الأرثوذكسية في شيء اسمه طلاق. الطلاق هو فسخ الزواج من هلا باتجاه المستقبل. هيدا كل طائفة وضع قوانينا بهالطريقة. سيد المفاهيم تبعوا الاثنين. شو فيك تحكينا عن إعفاء الزوج من أو السماح إذا بدنا نقول للزوج بجريمة الشرف وإعفائه من المحاكمة نتيجة جرائم الشرف اللي أكيد هي تحصيل حاصل ناتج عن الزنا؟ جريمة الشرف هي مادة التغت بسنة 2014 يعني مع التعديل اللي صار قلت لك عنه بأول حلقة، كان يسمح للرجل يلي ضبط احد انه زوجته او احد اصوله او فروعه بالجرم المشهود، هو ما اعطيه تبرئ، ما برئه بشكل مطلق، اعطيه اسباب تخفيفيه. مظبوط. اجى القانون بال 2014 الغيها لهيدي الماده. نعم. يعني ما بقى في شيء اسمه جريمه شرف في لبنان. نعم. التغت كليا بس كلية. بعدها عم بتصير منحس يعني، بعدها موجوده يمكن أكثر إذا بمجتمعات عشائرية أو هيك، القانون لغيها بس هي بعدها موجودة. القانون هي خلينا نكون دقيقين. هي جريمة الشرف هي أعطاءه أسباب تخفيفية. لما بنلغي الأسباب التخفيفية عدنا إلى تطبيق مواد العقوبات يعني يلي هي أشد. أوكي. يلي هي أشد على أوكي. يعني يعتبر كأنه اقترف جرم قتل عن قصد. لما تلغي المادة يلي هي كانت تعطيه الأسباب التخفيفية تلقائيا كأنك أعدت إلى التطبيق مواد قانون العقوبات يلي هي أشد تطبيقا على يلي بيقترف جريمة الشرف. كثير مهمة هيدا المعلومة. بدي أختم معك بسؤال، شو هي المشاريع القانونية المستقبلية اللي معقولة كمان تكون وتساعد بالحد من جرائم الزنا أو باردون من عقوبة الزنا ومشكلة الزنا بلبنان؟ هلا مشكلة الزنا هيدي مشكلة بتتعلق بأسباب نفسية، بأسباب عائلية، بأسباب مجتمعية. هذا موضوع بده دراسة. نعم. عن بغير أطر القانون. أما فيما يختص بالقانون يعني القانون بتعديله بالسنة 2014 تطور لناحية أنه عطى المساواة بالعقوبة بين الرجل والمرأة. هلأ مثلا بفرنسا بالسنة 1975 التغت عقوبة الزنا. ما بقى في شيء اسمه جرم الزنا، لا وجود لجرم جزائي يعاقب عليه في حالة الزنا. صار عقوبة مدنية، بيعتبروا انه اللي عدم الأمانة بين الزوجين. وحتى عطيت القاضي حق الاستنتاج اذا كانت هالزنا اللي صار هو كافي لطلب الطلاق. لانه في اوقات لو في زنا
برر ببعض المحاكم الفرنسية بررت انه الزنا اللي واقع منه سبب انه نعطي سبب كافي منه أكيد. سبب كافي انه نعطي البطلان اكيد او الطلاق لانه بفرنسا ما في بطلان طلع. في سؤال خطر على راسي، اذا في حال في ازواج بتجبر بتضغط على زوجاتهم انهم يعترفوا بالزنا، الأور هي بتكون منا عامله عمل زنا بس بيجبرها لسبب او لاخر، فهون وبدون ما يكون ثبت عليها هيدي الجريمه، هون شو دور القانون وشو دور القاضي؟ الاقرار قدام القضاء هو سيد الادله. لما واحد بيعمل اقرار قضائي يعني اعترف على حاله. ولكن بجميع الحالات حتى في حاله العقود، لانه الاقرار هو نوع من العقد من طرف واحد، يعني نوع من العقود الغير متبادله. حتى بالعقد اذا مدينه اثنين وفي اكراه، القاضي اذا استنتج اما استنبط انه في اكراه يبطل، يلغى العقد، يبطل. والاكراه اذا صار في اكراه بالاقرار ابسو فاكتو، يعني بطبيعه الحال واستنتج القاضي اما قدرت ثبتت الزوجه انه انا عملت هالاكراه تحت الضغط، نعم. الاكراه يبطل كل الاعمال القانونيه، كثير ما بيعد عندها مفاعيل قانونيه. كثير مهم، يعني كمان دور القاضي مهم الى جانب دور القانون. اكيد يعني القاضي له اكثر، لانه حتى بالدعاوى الزنا المعروضه عند القاضي بالاسباب المتاحه هلا يلي هي صارت لين كتير، القاضي عنده المجال يستنتج ويستنبط من الوقائع الموجودة قدامه، من هالإثباتات المعروضة قدامه بشكل يكون قناعة، وبقناعته لما بيكون القناعة تبعوله بيبني عليها الحكم. متر غسان، أنا بدي أشكرك كتير على هالمعلومات اللي عن جد قيمة، واللي يمكن نحن كان عنا نظرة خاطئة أو ما كان عنا معلومات عن كتير من القصص اللي حكيتها هلأ وفتنا كتير. بدي أتشكرك. أنا بتشكرك على استضافتك وبلك يعطيك العافية. مرسي كتير لألك. مرسي. لحظات صغيرة ومنرجع منتابع بعد الفاصل موضوع الخيانة اللي رح نعالجه من الناحية النفسية. أعزائي المشاهدين، منرجع لنتابع الفقرة الثانية من برنامج والباقي عليك. ومثل ما صرتوا تعرفوا، اليوم الموضوع عن الخيانة الزوجية أو الزنا. تابعنا بالفقرة الأولى الموضوع من الناحية القانونية مع متر غسان توق، أما بالفقرة الثانية رح نعاود ذات الموضوع إنما من الناحية النفسية مع المعالجة النفسية زينة الهاني. أهلا وسهلا فيك. زينة، بدي أبدأ معك بأول سؤال، شو تعريف الخيانة وشو هي خصائص الشخص الخائن؟ الخيانة الزوجية هي بس شخص ما يقدر يكمل مع الشريك، سو بيخل بالعقد، يعني بالكونترا الزواج بينه وبين الشريك، سو بيروح بينبش على البزوان تبعه او على الشيء الناقص تبعه بغير محل. دونك اما الخصائص تبع الشخص الخائن ما فيش، يعني بتختلف من شخص لشخص، لانه كل شخص حسب البزوار تبعه، حسب الشخصيه تبعيته والنقص الحاجات تبعيته، يمكن حسب الرضا عن الطرف الاخر كمان، هيدا بيلعب دور أكيد. مهم. اكيد. شو هي اسباب الخيانه وهل تختلف الاسباب بين الرجل والمراه، بين خيانه المراه لزوجها وخيانه الزوج لمرته؟ هلا الخيانه خيانه ان كان عند الرجل او عند المراه، فهي عدم اشباع اذا بديك جنسيا اقتصاديا، يعني عدم الاشباع، سو بيضطر الشخص كرمال يروح يعني يقدر يلبي هول الحاجات. يعني هي اذا بدنا نحكي السبب الاول والمباشر هو الرغبه الجنسيه. لا، مش بالضروره. مش بالضروره، فيكون نقص عاطفي، فيكون نقص ماده، نقص بمحل معين، فالشخص بده يروح يعبي بمحل معين. هل من الضروري وقت نحكي عن خيانه يكون في تقصير ما من الطرف الثاني، او يمكن هو الشخص بطبعه هو خائن؟ ما حدا بطبعه، عم بسيكولوجي ما في شيء اسمه بطبعه خائن، بس هي اهم شيء مع بين الشريكين يكون في تواصل. هالكوميونيكاسيون هي كثير مهمه بين الشريكين، بس هون يكون في شيء ما انه ظابط، في بوان انتروغاسيون بمحل معين، سو بيضطر الشخص الثاني ما يقدر يعبر له انه انا مزعوج من هالشغله، انا ناقصني هيدي الشغله، بيضطر يلجأ لشيء ثاني. يعني دغري عم يلجأ لشيء اذا بدنا نقول اكستريم،
يعني عم يهرب من مشكلته لمشكلة كتير صعبة ورح تأثر عليه بطريقة نيجاتيف أكيد. بس بدي أسألك، شو سبب تبرير المجتمع لخيانة الرجل؟ يعني منشوف أنه خيانة المرأة أنه كلهم بيلوموها، خيانة الرجل دايماً في تبرير أنه أكيد الحق على مرته، أو أنه دايماً في مبررات. ليش؟ مضبوط، للأسف لأن إحنا مجتمع ذكورة، منشان هيك المجتمع بيعطيه حق إذا بدك للرجل أنه للخيانة يعني. بس الخيانة برجع بعيد مثل ما دجا قلت أنه هي ذاتها، إن كان عند الرجل أو عند الامرأة، بس ما بيعطوها سبب للامرأة، أما الرجل لأنه نحن بمجتمعنا بيعطوه الأوكي. وبنرجع منشدد يمكن عم يعطوه الأوكي للرجل، هو في رجال خائنة، بس اليوم للأسف في ظاهرة خيانة المرأة لزوجها، وهذه الخيانة اليوم عم بتكون متعددة وبأساليب مختلفة. يعني مثلا حتى خيانتها لما تحكي مع شخص على الإنترنت، هيدا نوع خيانة، يعني كمان لازم ندوي على هيدا الموضوع. ذكرت زينة أنه ما في رجل أو امرأة خائنين بالفطرة، يعني ما في إنسان بيخلق خائن. مضبوط. طب طريقة التربية أو تربية الرجل أو المرأة، هل عندهم دور كمان بيجعلهم إنسان خائن؟ أكيد أكيد، الطفولة كتير مهمة والمراحل النمو كتير مهمة بالتكوين، حتى بكل مين قدي هو مكتفي ذاتياً، قدي هو عم بيقدر يوصل هو شو الشيء اللي عم يزعجه، شو الشيء اللي عم الناقص عنده. كل هول حسب الشخص، برجع بقول حسب الشخص، ما في شيء هذا خائن يعني واحد اثنين ثلاثة، ما في تبريرات يعني للشخص، وما في خصائص موحدة لكل الأشخاص الخائنين، حسب كل مين الفيكيو تبعه، كل مين كيف عاش، كيف كل هول يمكن الوضع الأسري اللي كان موجود فيه. أكيد. الوضع الاجتماعي أكيد. كمان كله أكيد. بيلعب دور. ليه بلشت ظاهرة الخيانة بالانتشار وليه اليوم عم نتحدث عنها بكثرة؟ هي دائما موجودة، بس هلا لانه نحن عصر الانترنت وعصر السوشيال ميديا، كل هول بيفتحوا العيون اكثر، يعني الشخص بيصير بده يفوت يتفرج اكثر، او الشخص الثاني يصور اكثر. بعدين ما بدنا ننسى انه عندنا التليفون يعني اللي هو كمان مسبب اول للخيانه، او مش بس للخيانه، للواحد يهرب، للهروب اذا بدك من الواقع اللي هو فيه. مثلا ما بقى اثنين، مثلا اذا انا مزعوجه منك بجي بقول لك دغري، خلص اوكي بحمل التليفون بقعد بعالم الخاص انا اقدر ارتاح او اعبي هذا النقص. مزبوط، كثير صح اللي عم بتقوليه، وكثير واقع، كثير هلا عم بيكون واقع، بس هو دائما موجود، بس هلا زاد عم نشوفه اكثر مع النوفو مويان دو كومونيكاسيون اللي هلا ساعدت بالانتشار. حضرتك قلتي انه الرغبه الجنسيه مش هي السبب الاساسي للخيانه، في اسباب اكيد اخرى. طب شو هي انواع الخيانه؟ انواع الخيانه فيها تكون مثل ما سبق قلت، اجتماعيه، اقتصاديه، يمكن الحاجه تتاني يسمعه، تتاني يحكي فيش خلقه. ما بدنا ننتبه على شغله، انه الخيانه مش بس كزوجيه، فيها تكون خيانه مثلا بين الشركاء. هذا الشريك فيتين بشغل مثلا معين، حدا تاني مش عاجبه الموضوع، في شيء ناقصه، مش قادر يقول للتاني انا لا بدي اكثر، او بدي حصة، او هذا الكونترا مش عاجبني، سو بيلجأ للخيانه. ذات الشيء بالعلاقه الزوجيه. اذا بدنا نحكي اكثر عن انواع الخيانه، مثلا فينا نعتبر اذا امراه متزوجه حكت، تواصلت مع رجل غريب عبر وسائل التواصل، او يمكن مش عبر وسائل التواصل، يعني كان عندها علاقة، يمكن ما علاقة جنسية بس علاقة تقارب مع رجل، يمكن بالنظر لحدا غير زوجة، بالتكلم مع حدا، هول بيعتبروا خيانة؟ ممكن هون حسب الشخص والتاني، يعني حسب الشريك كيف هو شايفه. بس لأنه قلت امرأة، هون ما كتير بنتقبلها، المجتمع بيتقبل هذا الموضوع، انه بيفكروا انه ليش عندها الشريك تبعها، فيها كل شيء تتواصل معه مع الشريك، ليه عم بتروح لمحل ثاني؟ عشان هيك ما بنعرف شو بيكون صاير بينه وبين الشريك، تهي عم تلجا لغير محل. حتى انا اذا بدي ادوي على نوع اخر للخيانه، فينا نحكي يمكن عن المراه اذا بتكون بالانكونسيون تبعها عم بتفكر برجل ثاني، هذا كمان نوع مهم من الخيانه. طبعا. هلا يمكن الرجل بيتحمل مسؤوليه، بس انا للاسف زين عم لاحظ اليوم انه النساء ماني عم لومها وماني عم هجمها، بس في عنا اشانتيون اليوم كبير منه هينه من النساء
اللي منا عم تكتفي بالشريك تبعها اللي بتكون نقته عن اقتناع وعم تهرب ترجع منه بالخيانة. يعني أنا موضوع حلقة اليوم حب أضوي عن هيدا، عن هيدا النقطة. يعني بتنزل صارت بتتباهى أنه أنا اليوم عندي رفيق، عندي شريك غير زوجي، بتكون هي قتلت حالها لتتجوزه، وبعدين بتصير تتباهى أنه هي عم بتخونه بطريقة ما، مش ضروري بطريقة جسدية أو جنسية. فهذا الموضوع ما في تيوري معينة بيفسر هيدا الموضوع. نعم. بس مشان هيك الواحد بده يرجع شوي للماضي تبع الشخص. نعم. ليش، شو الأسباب اللي خليها توصل لهون. ونحن هلأ بالمجتمع الامرأة عم تبلش تكون موجودة أكتر، عم نضوي عليها أكتر، منشان هيك العيون صارت مفتحة وين ما كان. بس هي موجودة من الأول يعني، بس شخص صار بيحكي أكتر، صار مرتاح أكتر. زينة، من خلال خبرتك، هل بتواجهي عدد كبير من النساء أو الرجال اللي دغري وقت يعرفوا أنه الطرف الثاني عم بيخونهم بيطلبوا دغري الطلاق؟ هل من الضروري أنه تودي الخيانة للطلاق؟ هلا نحن كمعالجين نفسيين مش نحن من بننصح او بنقرر مين اذا هذا اذا للخيانه قال طلاق، اذا دغري بتودي للطلاق. بس هذا كل مين كمال الشخص، يعني حسب الشخص هو اللي بيقرر، حسب هن ديناميكيه البيت تبعهم، العلاقه تبعهم كيف هي، شو وصلتهم لهون، شو جربوا يعملوا. نحن يمكن بننصح ينعمل ثيرابي دو كوبل مثلا قبل ما نوصل لهيدي المرحله. بس كل مين حسب كاركتره، حسب الكاركتر ونظرته للشريك الاخر. يعني طبعا شو هي ابرز علامات خيانه الزوج لمرته او خيانه المراه لزوجها؟ ما في علامات محدده، بس في ممكن نلاحظ مثلا توتر، ممكن نلاحظ يمكن اهتمام زايد مرات بيكون علامه على الخيانه، ممكن المبالغ فيها. ما في كريتير معين، كل مين بفرجيه بطريقته. بس انه اكثر شيء التوتر. نعم. يمكن والشخص الثاني كمان في شيء بحب اقوله، اوقات الشريك اللي بيخون بتكون ردة فعل كمان على الشريك الاخر كيف خانه. يعني اوقات بتكون انه اوكي انا في اعمل هيك. حسب كل شخص هو كيف فهمها، كيف عايشها، بيتصرفها. كل شيء مبالغ فيه يمكن هو دلالة، مش ضروري تكون موجودة الخيانة، بس يمكن هو دلالة على خيانة. الاهتمام الزايد، التوتر الزايد، تغير المعاملة يمكن الفجائية كمان يمكن. أكيد. إذا بدنا نحكي مثلا كيف لازم المرأة أو الرجل يتصرفوا في حال اكتشاف خيانة الزوج أو الزوجة، هل بتنصحيهم بمصارحة الطرف الآخر أو تجاهل الموضوع، يعتبروا أنه يمكن نزوة رح تمر وبعدين كل شيء رح يرجع يتصلح؟ الشخص اللي بيجي لعنا كرمال هذا الموضوع، نحن عادة ما بنعطي نصائح. نعم. لأنه هن بيجوا لعنا الضمان تبعيتهم بتكون المساعدة. نعم. مش النصيحة كرمال طلق، هذا قرار شخصي هن بياخذوه. نعم. هن بيفكروا إذا هن بدهم يطلقوا، نحن بنساعدهم هن يقدروا ياخذوا هذا القرار اللي هن مقتنعين فيه واللي هن بدهم فيه، بس بدهم شو بيقولوا يحسوا فيه أكثر أو يقتنعوا فيه أكثر. نعم. واللي بيجي لعنا رح يجي لعنا الشخص الخائن والشخص الضحية إذا بدي نقولها. دونك ما فينا نعطي نصيحة معينة لهول الأشخاص، لأنه رح يجي لعنا هن من الطرفين. فنحن علينا هذا الشريكين اللي بس يجوا لعنا كيف نساعدهم نقرب هالبوان ثيرابي دو كوب اللي حكيت عنه. وي نقدر نساعدهم أكثر، بس من بعد الثيرابي، بس ما يكونوا لاقوا هن شو البوان كوم تبعهم، ساعتها هذا القرار هن نحن ساعدناهم يوصلوا للي هن بدهم اياه. بس في شيء كتير خطر إذا بدك نقال، إنه بعد الزواج عم بيصير في ثيرابي دو كوبل، بعد الزواج عم بيجربوا يلاقوا البوان كومان اللي موجودة بيناتهم. ألور هول البوان كومان لازم يكونوا إذا بدك جربوا يبحثوا عنهم قبل الزواج مش بعده. يعني هون ضرورة كمان هي ضرورة الزواج عن وعي يصير، مش إنه الواحد يتزوج لا يتزوج. شو تأثير الخيانة على الأسرة، على الولاد وعلى المجتمع؟
هي على الاولاد اكثر شيء. الاولاد بيتشتتوا، بيصيروا مش عارفين الحق على المامي، الحق على البابي، الحق وين انا، بس انا بحبهم اثنيناتهم، بس مامي زعلانه او بابي مش عم بشوفه. يعني حتى بيصير في عنده ضياع، الحق عمين، عنده ضياع الحق عمين، خاصه باي عمر. كل عمر له تاثيره على الولد. نعم اكيد. هيدا اذا ما حكينا كمان عن الوضع، الاولاد الناتجين عن الزنا كمان يمكن وضعهم النفسي عم بيكون اصعب واصعب طبعا. هل صادف انك عالجتي ولد يمكن كان نتيجة زنا عالجتيه من الناحية النفسية؟ او في حال ما عالجتي، شو بتتخيل يكونوا الامر الاعراض النفسية اللي رح يقطع فيها؟ شو بتحسي وضعه النفسي رح يكون؟ رح يكون في ضياع. نعم. هيدي على الاكيد. نعم. والتشتت، وما رح يعرف، ما عم يعرف يلاقي حاله هو اكثر، ممكن يضيع، ممكن شخصيته تتغير، يمكن هل بأثر على سلوكه بالمجتمع؟ يعني معقول لانه هو بده ينتقم من المجتمع يعني يصير انسان دلنكا منحرف؟ ممكن. ممكن ممكن كل شيء ممكن. ما بقول لك ما في شيء ما في تيوري، ما في يقول لك ايه او لا او صح او غلط. بعلم النفس ما في هيك. نعم. في كل مين حسب هو كيف شخصيه، كيف كان مع اهله، كيف وين باي مجتمع، كل هول بياثروا على انا عم بفهم عليكي وقت تقولي حضرتك انه كل شخص، انتوا بالبسيكولوجي بتعتمدوا شيء اتيود دو كا، يعني شكا ستانكا ما فينا نعممه على الكل يعني. أكيد. بس لنبرر للمشاهدين ليه عم نحكي اذا بدك انه ما فينا نحكي قصص بالمطلق، لانه كل حاله بتمثل نفسها. طبعا ما فينا نجنن طبعا. يعني حتى لو اجا شخصين هن خانوا. نعم. مره واجوا مثلا انه ما بقى بدهم او بدهم يضبطوا العلاقه مع الشريك، حتى لو هن ذات الشيء، ذات السوجي، بس كل مين بيختلف طريقه. أكيد. العلاج معه بتختلف. بتختلف. أكيد. لانه الشريك مختلف، لانه بيئته مختلفه، ممكن لان شخصيته، كل شيء مختلف. كل شيء مختلف. منشان هيك ما في شيء اسمه صح او غلط. او هذا معه حق او هذا ما معه حق، في حسب هو. اذا بدي اطلب منك بايجاز تحليل شخصيه مراه تعرضت للخيانه من زوجها، او انت بدك تنقي، او شخصيه رجل تعرض للخيانه من مرته، كيف فينا نصور هيدي الصوره؟ فسري لي اكثر، شو قصدك اكثر؟ رجل تعرض لخيانه، يعني مرته خانته. نعم. كيف مفروض تكون حالته؟ اذا بدنا نحكي بطريقه عامه، هل بيتاثر؟ يعني شخص شرقي تعرض للخيانه، كيف رح تكون رده فعله؟ كيف رح تكون شخصيته؟ هون علينا نشوف هذا الشخص. مثلا اذا اخذنا الرجل اللي تعرض للخيانه. نعم. من قبل شريكته. نعم. هون بدنا نشوف هذا الرجل اول شيء من اي مجتمع، الدين بيلعب دور، مكانته بتلعب دور، بما انه نحن سبق وقلت مجتمع ذكوري. دونك هذا الشيء بدنا نشوف هو شو تاثيره هذا الموضوع، نظرته. نعم. بتهون عليه ما بتهون عليه، هيك الرجال بفكر، حتى الامراه كمان. بس الامراه لانه اكثر بتقول معلي، بتسامح اكثر. بس هلا لا، صايرين مزعوجين بيحكوا، بيقولوا انا مزعوجه. بس برجع بكرر، ما في تيوري، ما في جاوبك تحديدا على هذا السؤال. لانه في عدة أسئلة نسألهم قبل ونعرفهم قبل. نعم. قبل ما نجاوب على هذا. نعم. السؤال. هل في رجل يتقبل الخيانة، بيبرر خيانة مرته لإله، بيتقبلها بالمجتمع الذكوري اللي هو رح يتعرض لكثير من الضغوطات إذا بديك والانتقادات؟ ممكن. ممكن حسب الشخص، حسب تربيته، حسب الشخص، وحسب علاقته مع الشريك، حسب إذا عطاها حق، حسب. نعم. يعني كل هول حسب الشخص. يعني في رجال تبرر خيانة زوجها، ممكن مثل ما الامرأة كمان أوقات بتبرر الخيانة. مم. بالرغم حتى لو هي مقتنعة أو منا مقتنعة. نعم. دونك كلهم بيلعبوا دور حسب زينة. الشريك. كيف فينا نحمي بيوتنا من الخيانة؟ هلا ما رح أعطي كمان نصائح معينة، لأن احنا ما بنعطي نصائح. بهمني وصل هيدي الفكرة، لأنه كمعالجين نفسيين بليك بيجوا، يعني الضمان تبعيتهم هي المساعدة. إنه نساعدهم بهذا الوضع. بس سبق وقلت التواصل، الإيكوت مع الشريك، هول بنود أساسية بين الشريكين. يعني نحن الكوبل بس يجي لعنا، بنعلمه أول شيء يقدر يسمعوا بعضهم ويقدروا يعرفوا يتفاهموا، يوصلوا الفكرة قد ما كانت صعبة يوصلها للآخر هو مرتاح.
حضرتكم ما بتعطوا نصائح، قلت بتساعدوا، طب كيف طريقة المساعدة؟ بنساعد هذا البزوان اللي هن عم بينبشوا عليه برا، هالبزوان اللي هو مثلا ما عم بيقدر يقوله لشريكته، أو هذا النقص اللي هو ما عم بيقدر يعبيه، هو شايف شيء بس ما عم بيقدر يقوله للآخر، عم بيلاقي صعوبة، أو التاني ما عم بيفهمه، هو عنده متطلبات بس التاني منه قادر يلبي له إياهن، أو فيكون أي سبب. سو نحن أول شيء المساعدة بنشوف هو شو الناقص تبعه، رح يجي انه انا ما عم بقدر احكي مع الشريك مثلا تبعي، فنحن بنساعده اول شيء ليش ما عم بيقدر يحكي مع الشريك، شو السبب اللي ما عم بيقدر يحكيه، كان يقدر يحكي ما عم بيقدر يحكيه. بصير في ريونيون بين الدو بارتنير، اذا بدك لو كوبل بصير في لقاء عند اخصائي النفسي، كثير مهم. واخصائي النفسي ما بياخذ طرف، يعني هو اذا بدك لمرايه هيدا الكوبل، كل مين شو الحاجه تبعيته عم بكبها للتاني يسمعها، والمعالج هو اللي بيكون عم بيدير اذا بدك بس بطريقه نفسيه. نعم، بكون فهمان شوي ابعاد وين بده يوصل، او يجرب يقرب هول النقاط. توصلوا لنتائج بابرز الحالات؟ نعم توصلوا لنتائج. النتائج مش ضروري تكون ايجابيه، مثلا اذا اثنين جايين يطلقوا فور اكزامبل، او واصلين على طريق مسدود، اوقات بفكروا انه انا بنروح عند ثيرابوت كرمال تا ما بقى نطلق فور اكزامبل، مش بالضروره، يمكن يوصلوا بالاخر للطلاق هن مبسوطين عن قناعه، عن قناعه، عن وراضين وفهموا وبيكملوا احسن. يعني بهالطريقه بتجنبون ديبرسيون يمكن يعيشوها، او مشاكل نفسيه اخرى يمكن يعيشوها بعد الطلاق. طبعا يعني بتكونوا حليتوا مشكلتين. سو الهدف من المجيء من الثيرابي دو كوبل بتكون لهن يكونوا مرتاحين، الطرفين يكون مرتاح ويكون وصل لهن اللي بيريحون، هيدا الشيء اللي بيكون الهدف. يعني ما في انه بنروح عند ثيرابوت انت ما بقى مثلا نلجأ للطلاق، او انت ما بقى يعني تنلاقي الحل. مثلا الحل بيكون اللي بيرضي الشريكين شو ما كان الحل. زين، انا بدي اتشكر كثير على المعلومات، ميرسي كثير لك، على امل اللقاء بحلقات ثانيه كمان وموسعه اكثر كمان، سيرتو فينا نوسع بعد موضوع الخيانه لانه موضوع كثير كبير وبيحمل بعض أكيد تفاصيل اكثر. اعزائي المشاهدين، انا بدي اتشكركم كثير لمتابعتكم. بنهايه بدنا نوصل لفكره واحده وهي القناعه، هي القناعه اللي بتبعدنا عن الخيانه، هي القناعه اللي بتبعدنا عن تفكيك الأسرة لناتجة عن الخيانة. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء بحلقة جديدة من والباقي عليك، وبموضوع اجتماعي وبمشكلة اجتماعية أخرى، على أمل نكون عم نساعدكم بحلها. شكراً.